رمى دولارات على الجمهور وقدم حفل أسطوري، مفاجأة مثيرة في حفل رمضان في الرياض، مش هتصدق اللي حصل في الحفلة، ورد فعل صادم لنمبر 1 بعد ما شاف الدولارات. يا ترى ايه الحكاية؟ جدل كبير على السوشيال ميديا في الساعات اللي فاتت بعد انتشار مقاطع فيديو من حفل محمد رمضان في الرياض، والمفاجأة كانت في إلقاء عدد كبير من الدولارات على الجمهور في الحفل، وده اللي رجع للأذهان المشاهد اللي كانت في حفلات رمضان قبل كده اللي كان برضو بيرمي فيها الدولارات على الجمهور. لكن يا ترى ايه قصة الدولارات دي، وهل فعلا كانت حقيقية؟ ده كبيرة للجمهور في حفل رمضان بمنطقة بوليفارد سيتي بالرياض، بعد ما لقوا عدد كبير من الدولارات اللي عليها اسم وصورة رمضان بتترمي على المسرح وقت غنائه، وده اللي خلى الحفلة يتعطل لبعض الدقائق، وفاجئ رمضان الكل وبدأ يجمع الدولارات دي مرة تانية من على خشبة المسرح ويرجع يغني من تاني. لكن المفاجأة كانت في اللي قاله رمضان على الدولارات، ووقتها وقف عن الغنى وقال في رسالة للجمهور: أنا منعت إن الفلوس تترمي، هي فلوس فيك ومش حقيقية، بس ما ينفعش ندوس على الفلوس حتى لو بنمثل، وأسف على العطلة، هلمها ونكمل لأني منعت الموضوع ده. وبدأ فعلا محمد رمضان ومنظمي الحفل ومساعديه في انهم يجمعوا الفلوس لحد ما بقت خشبة المسرح فارغة منها، وده اللي خلى الجمهور يتفاعل معاه ويسقف له وكمان يشيدوا باللي عمله. لكن عدد كبير من المنشورات وثقت لحظة إلقاء الدولارات المزيفة على المسرح واللي كانت عليها اسم وصورة رمضان، لكن بعض متداولي الفيديوهات أكدوا انها فلوس غير حقيقية. رمضان كمان كان ليه تصريحات مثيرة بعد الحفل، ده غير كمان ظهوره مع أبنائه على المسرح. رمضان قال في تصريحاته: بقى عندنا عاصمة كبيرة للفن بجوار مصر. مصر كانت طول العمر والوقت اللي فات لوحدها، النهارده السعوديه فتحت سوق الفن للعالم كله، وده شيء عظيم. بشكر هيئه الترفيه وولي العهد انه اثرى الوطن العربي باشياء عظيمه بتخص مهنتنا. رمضان كمان قال في تصريحاته: انا بغيب عن السعوديه وارجع اشوف تطور واضح للي نظره ضعيف. وكشف كمان نمبر 1 عن كواليس امتلاكه بيت في الرياض، وقال: انا بالفعل عندي بيت في الرياض وعندي مكتب ومقر الوطن العربي كله، والسعوديه داعمه ليا من زمن طويل. الجمهور السعودي له فضل في صناعه محمد رمضان بجانب الجمهور المصري. ايضا الجمهور العربي: انا عايش حاليا بين مصر والسعوديه بشكل كبير. حفل رمضان جه بعد كتير من المزاعم في الساعات اللي فاتت عن حكم حبسه لمده سنه بسبب نشره اخبار كاذبه عن احد البنوك في اعقاب ازمته الخاصه بالطيار الراحل اشرف ابو اليسر. لكن محامي رمضان نفى المزاعم دي وقال ان مفيش حكم بالحبس وان الحكم ده قديم وتقدمه بطعن ضده، ده غير كمان ان رمضان اكد استعداده لحفل الرياض بعد انباء حبسه.